النهارده بشارك في عيد ميلاد دار الاوبرا المصريه، والحمد لله كان ليا الشرف ان انا من يعني واحد من المطربين اللي تم اختيارهم لاحياء مناسبه مهمه كبيره جدا زي المناسبه ديت. النهارده شاركت بلحن التوبه للراحل العظيم عبد الحليم حافظ، والمسؤوليه بتبقى كبيره جدا في حفله زي دي، لان انت بتمثلي الفرقه بتاعتك وكل واحد فينا بيمثل فرقته، وتخيلي بقى التنافس الجميل بينك وبين زمايلك وبين فرق الاوبرا كلها ان هم يقدموا اقوى ما عندهم. فيا رب النهارده اكون قدمت حاجه كانت تليق بفرقتي وتليق بيا وتليق بالمايسترو بتاعي وبدار الاوبرا المصريه للجمهور بتاعنا. الاختيار دايما بيبقى مناقشه بين المطرب والمايسترو، ودايما المايسترو بيبقى ليه رؤيه في اختيار اللحن اللي بيكون لايق على المطرب اللي عنده، لان المايسترو بيكون اكتر واحد عارف امكانيات وصوت المطرب اللي عنده، فبيديله الحاجه اللي بتليق عليه، فبيطلب من المطرب اختار لي مثلا 3 4 حاجات، بناء عليه بيختار منهم حاجه تكون مناسبه ليا وبنشارك بيها. دار الاوبرا المصريه هي لاحياء التراث المصري، ملهاش علاقه خالص باللي بيحصل دلوقتي، ولكن احنا كشباب بنغني في دار الاوبرا المصريه بنحاول ندعم دار الاوبرا المصريه في تقديم الفن بتاعها او تراثنا، علشان نعمل حائط صد للي بيحصل دلوقتي في انهيار الفن المصري، بنحاول ان احنا نعمل ده. فبنشكر مسؤولين دار الاوبرا والقائمين عليها ووزاره الثقافه لمجابهتهم اللي بيحصل دلوقتي، ويا رب نكون قد المسؤوليه دي. متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي عين، والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني، وانا كان مالي عين، وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عيني، ترميني المجادير يا عيني، وحشاني عيونه السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عيني، ومدوبني الحنين يا عيني.